الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أرحب بكافة زملائي وزميلاتي من كل الأسرة الجامعية بالمركز الجامعي للمنمية وكل الأسرة الجامعية عبر الوطن، وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء. وطبعا وددت في هذه الكلمة المختصرة على اعتبار يعني من نواجهه في تفشي وباء كورونا كوفيد-19 ومن جر عنه من غلق أبواب الجامعات وكل الإجراءات التي ترمي إلى مكافحة هذا الوباء، سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعني بادر إلى يعني مراسلات لمدراء مؤسسة التعليم العالي لوضع الدروس عبر الخط، يعني بدءا من أول مراسلة كانت في 29 مارس 2020 إلى آخر مراسلة التي كانت في يوم العلم 16 أبريل، وكنت يعني بادرت إلى طبعا إنشاء موقع سيت ويب خاص بالمركز الجامعي المغنية. أعلم الجميع أن يعني هذا الأمر لم يكن بالهين علينا، خاصة وأننا لازلنا في بداية طريق لإنشاء منظومة معلوماتية أو شبكة المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمركز الجامعي المغنية. نحن في أول صفقة لتنصيب عتاد الشبكة، وفيه مرحلة ثانية التي تتطلب اجتماع لجنة الصفقات العمومية، وهذا ربما يأخذ منا وقت طويل. فصحيح فعلا الأزمة تلد الهمة، رب ضارة نافعة. بادر التقنيين الساميين السيد حركات نصر الدين ومروان مباركي بإشراف السيد أمين عام سيد صدنا عبد الرحمن والفريق العامل إلى توفير أو إلى إنشاء موقع ويب بوسائل بسيطة جدا. كان في بداية يعني لصب كل المحاضرات، وبالمناسبة أوجه شكر جزيل لكل أساتذة الكرام الذين بذلوا جهدا لتحضير دعائم البيداغوجية والمحاضرات التي وضعناها على هذا الموقع. فيما بعد يعني الحمد لله وبسعي كبير أدرجناه ضمن النطاق ديزاد، وأصبح هو موقع الويب الرسمي للمركز الجامعي للمغنية إلى جانب صفحة الفيسبوك الرسمية، وجاري الآن تطوير هذا الموقع الذي أثبت نجاحه في الواقع في صب وتنزيل هذه الدعائم البيداغوجية. إلى جانب ذلك كنت قد راسلت الطلبة يعني في مراسلة أحثهم فيها على ضرورة يعني العمل في البيت وعلى خلق جو دراسة، لأنه لا يوجد حل ولا يوجد خيار غير البقاء في البيت وخلق جو يعني للدراسة. أعرف أنه ليس بالأمر السهل، ولكن لابد أن نتعود، الأزمة تلد الهمة ما دام أنه لا يوجد أي حل آخر. كذلك الشأن بالنسبة للأساتذة، وبالتالي لابد أن يعني نثبت في الميدان مدى يعني حرصنا على يعني المستوى التعليمي للطلبة. نحن لا نريد يعني أن يكون إنقاذ السنة على حساب مستوى الطالب، وبالتالي نبادر إلى أن نستمر في تحقيق هذه الأمنية بأن يدرس الطالب ويتواصل مع الأستاذ. هناك أساتذة أشكرهم جزيل الشكر قبل أن أرسل الطلبة وقبل أن أرسل الأساتذة أو زملاء الأساتذة، بادروا لاستعمال منصات كجوجل كلاس روم وزوم وحتى المسنجر. يعني في البداية كان الطلبة يشتكون من ربما تدفق الأنترنت ومن ربما عدم توفره وتوفر الوسائل، والحمد لله الآن عبر بوابة الجامعة التي جعلت كل يعني دخول للطالب لهذه المنصات يعتبر مجاني في آخر مراسلة اللي كانت في 16 أبريل 2020. وبالتالي دعوتي لكل الأساتذة لتكاثف الجهود والتعاون من أجل تحقيق عملية التعليم عن بعد. وها أنا ذا الآن أفتتح قناة تعليمية، يعني هذه القناة على اليوتيوب، وقد افتتحتها بمحاضرات كانت لطلبة السنة الأولى
مقياس الشريعة الإسلامية، هو المقياس الذي يدرسه فضيلة الأستاذ جازول صالح لطلبة السنة الأولى، وحاولت أن أدعم. لم يكن يعني هدفي هو بالضبط المحاضرة، ولكن كان هدفي المبادرة لكي أشجع ربما الزملاء عندما يرون أن هذه التقنية قد نجحت، ربما لمن تتاح له الفرصة كي يأتي إلى المركز الجامعي نتيح له الوسائل والكاميرات مع متطوعين أشكرهم جزيل الشكر، على رأسهم يعني السيد جلطي يوسف، الذي ربما يعني لا نجد الكلمات المعبرة كي نشكره، كذلك الدومي سامية طالبة ماستر يعني الاقتصاد التي بدأت كذلك إلى خلق مجموعة عبر الماسنجر، والتي ربطتها مع الإذاعة التي أنشأناها في يعني المركز الجامعي، ولهذا الغرض استعملت من أجل بلاتوهات وحوارات بين الطلبة بين الأساتذة من أجل تشجيعهم على إنجاح هذه المهمة إن شاء الله. فنرجو يعني ربما إذا كان فيه أي مبادرات لبعض الأساتذة الذين لهم مقاييس تقنية يريدون الشرح تعزيزها يعني الشرح عبر الفيديو، فكل الوسائل متاحة، إما أن يوضع المحاضرة في بويربونت يعني ديابو، يعني نوفر له داتاشو يجي خلف المصور ويشرح بالصوت أو يشرح بظهوره كما يشاء، وهذا لا يكفي يعني أن يتم العملية ما لم يكن الأستاذ والطالب على تواصل من البيت، ما دام أنه حجر منزلي ولا ندري ربما يمدد بعد 29 أفريل، يعني أن يكون فيه تواصل عبر المنصات. ومن هذه يعني من هذه المناسبة وأختم، يعني أشكر جزيل الشكر كل الأساتذة الأسلية، ما أتحدث عن مجتمع أساتذة الحقوق الذين هبوا هبة كبيرة نحو المنصات الإلكترونية وتعاونوا فيما بينهم، بما جعل للطالب يعني الأمر متاحا للدراسة عن بعد بشكل جماعي نشيط، لا سيما يعني الأستاذة أريوت وسيلة، الأستاذة هاشيم نبيلة من الاقتصاد، أستاذ كذلك بوجنان توفيق عضو لجنة تكوين الأساتذة، وبالمناسبة حتى السيد الوزير، حتى الأساتذة الذين استفادوا من التكوين بمناسبة تكوينهم كحديثي العهد بالتوظيف أن يساهموا في هذه العملية على أساس لتحكمهم في التقنيات يعني التكنولوجيات الحديثة. شاكر كل المصالح التي تسهر في المركز الجامعي على استمرارية يعني العمل، استمرارية المركز من مصالح مالية، كذلك تسيير الموارد البشرية، عمال الأمن الليلي والنهار، كذلك عاملات النظافة يعني اللواتي عملنا بتفان بنظام مداومة. أشكر كل هؤلاء على استمرارية العمل داخل المؤسسة الجامعية. فدعوتي الأخيرة إلى يعني الأساتذة الكرام أن يوفروا هذا الجو للطلبة في التواصل، كل بما تسمح له ظروفه، عن طريق الإيميل، عن طريق المسنجر، عن طريق قناة اليوتيوب التي أنشأناها اليوم، يصور من البيت ويبعث لنا الفيديو لنحمله على القناة، يحمله على قناته الخاصة ويبعث لنا الرابط لكي ننشره على صفحة الفيسبوك بما أتيح لهذا الأستاذ. المهم أن يكون التواصل. تستعملون المنصات جوجل كلاس روم، زوم، منصة أخرى ترونها مناسبة، فهذا يبقى عندكم. ما يهمنا هو التواصل بين الطالب والأستاذ، يعني باستعمال الزمن كما هو كان في الواقع أو باختيار استعمال زمن. آخر نصيحة أقدمها لطلبتي الكرام، شمروا على سواعدكم، لا يوجد لك حل آخر سوى أنك تضع استعمال زمن في البيت وتتابعه وتنتظر أوامر وتعليمات الأساتذة من أجل التحصيل العلمي، ليس لك خيار آخر. لا يمكن أن ندرسك في الجامعة في ظل هذه الظروف، ما عندكش خيار آخر غير أن تخلق جو دراسة. إذا كان عندك حجج تتعلق بالوسائل، بتدفق الأنترنت، من يعرف طلبة لديهم مشكل في اقتناء المحاضرات، مشكل في الوسائل، يخبرنا بها. هناك هبات تضامنية بين الطلبة بين الأساتذة، لا نترك أحدا بعيدا عن هذا الجو، نريد لكل طلبتنا أن نساهم. وإذا كانت هبات تضامنية في الوطن بمناسبة هذه الجائحة،
فمن باب أولى أن تكون بين الطلبة في الدراسة وبين الأساتذة. فنسأل الله تعالى أن يذهب عنا البلاء وشر الأسقام وسيء الأسقام، ونعود من جديد إن شاء الله إلى 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 النظام الحضوري إن شاء الله الذي اشتقنا له. رمضان مبارك، أسأل الله تعالى أن يدخله عليكم وعلينا باليمن والبركات وبالأجر، وفرصتنا لكي نضاعف العمل ربحا للأجر المضاعف في ظل هذا الشهر الكريم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.